مؤتمر الشباب في الإسماعيلية مستمر، وأعلن الرئيس السيسي منذ قليل وقف تصدير الأسماك لخارج مصر، وذلك بعد ارتفاع أسعارها. مصر كانت في المتوسط بتصدر حوالي سنويا 40,000 طن من الأسماك. في أول 3 أشهر من 2017 بلغنا في التصدير 120,000 طن، وده اللي رفع أسعار السمك في مصر. طبعا لما بنزود التصدير ونتيجة انخفاض الأسعار وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ده بيزود الدخل بالنسبة للمصدرين وبيزود الدخل للبلد، لكن في النهاية بيرفع الأسعار بتاعت المنتج المحلي لأنه بيقل بيشح في السوق المحلي. وأعلن الرئيس منذ قليل وقف تصدير الأسماك خارج مصر لفترة مؤقتة لحد ما يستعيد السوق عافيته مرة أخرى والأسعار تنخفض. طيب، وأعلن الرئيس أيضا منذ قليل عام المقبل عام ذوي القدرات أو الاحتياجات الخاصة. إذا 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة، احنا عارفين طبعا 2017 هو عام المرأة. آخر خبر قبل ما نترككم، وهنا الشباب والفاينل الثاني. الحقيقة أنه أحد المحامين الدوليين المصريين أوقف عرض عقد نادر كانت تملكه الملكة نريمان زوجة الملك فاروق الأول. العقد ده كان معروض في ساذبي نيويورك، وهو طبعا يعني صالة مزادات مشهورة جدا، وهو عقد من الحجارة السترين وأيضا في ألماز. الحجارة السترين دي الحجارة الصفراء يا جماعة، ونوع من الحجارة يعني نادرة. وطبعا هو عقد 18 قيراط ذهب 18 وسترين ودايموندز. الحقيقه انه يمكن اللي كان اللي حصل، خلونا نسمع القصه من الدكتور حسام امين الديب المحامي الدولي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. لو تحكي لنا حكايه العقد الذي يعني بنظن او يعني انت حضرتك بتظن انه عقد الملكه ناريمان، تفضل. حقيقة الموضوع باختصار ان احنا تم اتصال بينا من الاستاذ اكرم ادهم نقيب، وده ابن الملكة نريمان. نعم. وبلغنا ان هو فوجئ على موقع سوزبيز ان العقد بتاع والدته معروض للبيع. وهو صارة المزاد حضرتك زي ما شفتي على الموقع كاتبه ان هو عقد ملكة، وحتى صورته حتى وهي مبتدئة. صحيح. فقمنا بعمل انذار رسمي من المكتب عندنا الى صالة المزاد في نيويورك، مطالبين فيها بوقف بيع العقد، وهو فيه اسوره برضه حضرتك مع العقد. هو عقد واسوره سهول كولكشن الحقيقه مكتوب بالظبط. طقم يعني. فطلبناهم فيهم ان هم يوقفوا بيع المجوهرات دي بشكل فوري، وحملناهم المسؤوليه القانونيه اذا قاموا بالبيع في المزاد. المشكله برضو ان حضرتك ان المزاد كان النهارده الصبح الساعه 10 بتوقيت نيويورك، واحنا الخبر وصل لنا امبارح بالليل، فاحنا اتحركنا يعني اللي فادنا فرق التوقيت، واتحركنا في خلال ساعتين عرفنا نوصل لهم الساعه حوالي 8:30 الصبح بتوقيتهم، واوقفنا المزاد، او هم يعني سحبوا اللوت ده من المزاد قبليها بنص ساعه. يعني هو المزاد حضرتك ابتدى المزاد ابتدى، هو كان دوره 107 107 ده اللوت اللي هو كل المزاد. يا جماعه عشان بس نبقى نحكي للناس، ساذبي احد اهم اكبر صالات المزاد في العالم. في ساذبي لندن، في ساذبي نيويورك، وبيبقى دوره في المزاد. لكن من الواضح كمان الرقم اللي معروض بيه العقد بصراحه دكتور حسام رقم ضعيف جدا. هو كانوا هم حاطين له متوسط السعر من 175,000 دولار ل 225,000 دولار. هو طبعا الحاجات دي طبعا مقيمه ولا تقدر بثمن، يعني عشان التاريخ والاشياء دي. بس يعني حضرتك لو دخلت على الويب سايت دلوقتي موقع بتاع سوزبيز هتلاقي ان هم شايلين العقد والصوره دي، وكاتبين ان هم اعتذروا ان هم سحبوا احنا دلوقتي بناء على ايه قدرنا ان احنا نسحب ده من البيع؟ ده معناها ان العقد ده مسروق، لانه لا الملكه ناريمان لم تبع هذا العقد وانما تم تاميمه. بالظبط كده، هو معظم المجوهرات الملكيه تم تاميمها عقب الثوره في 52،
للأسف يعني في بعض منها سرق وتم تهريبه إلى الخارج، ولكن الرائد ده تحديدا لسه احنا بنحاول نوصل لطريقة خروجه وعرضه في المزاد خارج مصر. فاحنا طبعا بنتواصل مع الجهات، واحنا بنتعاون معاهم، والنهارده للاسف كان يوم اجازه، بس يعني قدرنا ناخد هو الاجراء ده مؤقت لحد ما نحضر الورق بتاعنا ونقدمه، وان شاء الله نرجعه عن طريق يعني التعاون. وهنا لان السفاره المصريه ممكن تتقدم بطلب لاستعاده هذا العقد، لانه عقد مسروق من الدوله المصريه، لان ده اذا كان تم تاميمه في بعد ثوره يوليو، فده بقى اتسرق من حد، فده يعتبر ملكيه الدوله يعني. بالظبط كده حضرتك، في تحقيق هناك هم اوريدي بداوا فيه، صاله المزاد هم برضو يعتبروا وسيط مش ملاك للمجوهرات، وهم اختاروا المالك اللي جالهم بالمجوهرات ان هم سحبوه وموقفين كل حاجه لحد ما هم يعملوا التحريات بتاعتهم، وبرضو في انتظار التحقيقات عندنا والاوراق لحد ما نوصل لحقيقه الموقف ونقدر نسترد العقد ان شاء الله والمجوهرات. بشكرك دكتور حسام أمين الديب المحامي الدولي من لندن، حيث أوقف تمكن من إيقاف بيع عقد نادر للملكة ناريمان، وذلك بخطاب من أكرم النقيب. احنا عارفين أنه الملكة ناريمان رحمها الله كانت قد تزوجت بعد يعني بعد الملك، بعد انفصالها من الملك فاروق ووفاته، وأكرم هو نجلها من الزواج الثاني، وأيضا الأكرم النقيب تقدم بطلب بأنه هو ده عقد والدته، وهو يعرف يعني مصاغ والدته أنها لم تبع هذا العقد، لكن مصاغ الملكة كله تم تأميمه بواسطة ثورة 25 ثورة 52، وبالتالي العقد ده اتسرق. فلا يمكن كمان صالات المزادات المحترمه بره زي ساذبي وكريستي وغيرها ما بتبيعش حاجات مسروقه، بتبيع فقط ما يعني يثبت ملكيته للمالك. هنا السفاره المصريه تستطيع ان تثبت انه ملكيه لهذه الدوله، ونستطيع استعاده هذا العقد مره اخرى، ونتمنى ده عشان يرجع للمتاحف المصريه. العقد ده على فكره مش الوحيد اللي اتسرق، احنا عارفين كويس قوي ان في مصاغ كثير اتسرق، لوحات كثيره اتسرقت، سجاجيد كتيرة اتسرقت، يعني أيضا أنتيكس كتيرة اتسرقت، يعني كان في أيام كده صعبة شوية. قبل ما نخرج فاصل خلينا نشوف هذا التقرير عن ذكرى الخال الأبنودي، ثم نخرج فاصل، وبعد الفاصل الفاينل الثاني لهنا الشباب. والليل مليل طعم الزاد الجليل، بترفرف قبل ترحل جناح بريشات حزانة. رغم رحيله إلا أنه لا يزال محفور في قلوب محبيه، وتخليدا لذكرى وفاته نظم صالون مصر المبدعة حفل تأبين للشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودي. الحفل قدم نخبة من أجمل أغاني الخال لنجوم الغناء العربي، بالإضافة لمقتطفات من أجمل قصايده. يا لولا دقت ايديكي من طرق بابي، طول عمري عاري البدن وانت جلبابي، يلي سهرت الليالي يونسك صوتي متونسة بحس مين يا مصر. هو ضد الشعر المقعر العايش في تهويمات خاصة بيه، وضد الأفكار المثقفة المترفعة على الناس. هو مؤمن بأنه الشعر إذا ما كانش للناس فمالوش أي دور وملوش أي منفعة. يا رموشك جرحة يا أبويا وعيون نايمة لو سرحة يا عين. حفل تأبين الأبنودي شهد حضور عدد كبير من محبيه وعشاء شعره وكلماته اللي لسه عايشة معاهم رغم رحيله. الخال عبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه يعني أثر في جيلي والأجيال اللي قبلية طبعا واللي بعدية، من خلال طبعا أغانيه. هو كان بيساعدنا على جميع المستويات، كتابة وإلقاء وعلى ألسنة المطربين، بالإضافة للإنجاز الأكبر اللي هو السيرة الهلالية. كل ما تفتكر حاجة تلاقي حاجة أحسن وحاجات يعني متوهجة كتير قوي. يعني على سبيل المثال المسيح عدى النهار.
عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر. سنتين مروا على وفاة الأبنودي ولسه تأثير كلماته ممتدة بعد ما أمتعنا بشعره اللي كان دايما بيعبر عن الغلابة وبيقراه البسطة زي ما بيقراه قمة المثقفين. هشام الرباط، هنا العاصمة.